اللي قاعد يصعد لي كامبل اسبق عن البوت غسل مخي كامبل. والله شباب راح تعجبكم المباراة راح تعجبكم عدل. You will like this video guys. يلا اشوا اقدم ما يصير دفاعي شوفوا انفرد انفرد يوم ما يصير دفاعي ليش ضعيف اليوم دفاعي كلش شوفوا just lock this goal look how it was very difficult this match. شوفوا شلون الجيم كان صعب. صباح النور يا محمد حبيبي يا اسمك روح حبيبي. شوف المباراة صعبة شو ها يوم كل شيء يعبر ضدي كل شيء يسوونه خزعبلي يعبر ضدي اليوم قاعد حلطم. شوفوا دي قاعد حلطم نقص اليوم اللي نزلت هالحلقة صح؟ ايه والله شباب قولوا لي شوفوا فاضل وشوفوا وجهه خلاص انت تقول كمشاهد فاضل دان والله العظيم اللعب هيز دان بوتين هيز دان كلش صراحه كلش خلاص قول فاضل انتهى امره. شوفوا وجهه قام متحبط ما اعتقد فيني انتفاضه ما اعتقد فيني انتفاضه ما اعتقد ما فيني انتفاضه والله ثقيل تلعب بوس تبي تمر التمريره الثانيه خلاص ضارب عرقي اتحلطم. شوف بعد لو قاعد اضيع بعد ها لا جبت هدف جبت جيب الكرة جيبها خلنا نعوض bring the ball bring the ball هذا الإنسان الطبيعي خلاص محمد هذا الإنسان الطبيعي شوف فها والله شفت أوي جايب هدف ما مدري استمتعت ما مدري أفرح اللعبة الغبية شوف اللي كله لعبة غبية شوف والله اللعب اللي ضدي معرك شوف فها والله العظيم فها والدفاعات قسم بالله والله العظيم في سكريبت ضدي ضد فاضل موجود اليوم حاطين عليه مراد يشيلونه شوفوا وقف شباب تمر دقيقة بس خلوني بشوف فاضل يبين بتباعد أنا بتباعد وين فاضل لا فاضل فوق فاضل ما يصير شباب دقيقة يلا الحين أوكي شوفوا يشوف فاضل متحلطم طرق طرق غبية تعبر طالع شوف متحلطم يعني كل هالدفاع الحين خمسة مو جايبين راسي شوفوا يلا عاد شوفوا دفاعاتي والله العظيم قسم بالله زومبي في الملعب صايرين شوفوا ما يغطون صح رايح فول رد انا بس ما يغطونهم ابدا يلفني ما يسوي شيء بلاد البيرو هذا مشكله البيرو قسم بالله يا لعب هجومي شوفوا يتفلتون الدفاعات بسرعه هذا البيرو والله العظيم البيرو هذا مشكله قسم بالله دلبيرو هذا مشكلة دلبيرو قسم بالله دلبيرو مو قادر يسوي له شيء صيحتك فصيح ارفعها بالراس ولا كورنر والله حطها فيني شوفوا يلعن ام القذار شوفوا قولوا لي الحين ايش دخلني في الموضوع انا ايش دخلني ما اقدر اسوي شيء يرفعها بالراس يضربها ترتد له وتجي ما اقدر صرفنا ما اقدر شوف يعني صوبكم مراقب لا بي ربي ما في حل يا ربي ما يدخلت بخول 5-1 الشوط الاول باللعن ما في شيء صح يمشي وياه كل شيء ضدي شوف كل شيء ضدي اصلا فوق. في خطا عندي بعد انا شلون كامبل هو اللي قاعد يروح فوق انا اقول بعد في مشكله عندي كامبل هو اللي قاعد يصعد افكر فييرا انا منديك الحين شوف ببساطه انا قاعد افكر فييرا اللي يصعد والله العظيم قاعد افكر فييرا اللي يصعد اشوف الدفاع مفتوح متى انا بعشلت التكتيك عنه طالع اللي قاعد يصعد لي كامبل اسبق عن البوت غسل مخي كامبل بس اسكت ابلعها اسكت يا بوت المفروض فييرا اللي يصعد فوق والله فييرا المفروض بس درينا يا حبيبي درينا خلاص نحطها على فييرا اللي يصعد الخطا صار خطا تقني بعد ايش كذا استقبل اهداف اكبر مشكله ما أكبر مشكلة أقمرك حبيبي يلا تبلع غصبا عنك ابلع يا البوت بتسوي يعني يا البوت يلا ورينا قوتك صيح تعبت أنا أصلا اللعبة خلاص مو قادر أركز ما أعرف أركز جيب لك ريد بول يعطيك تركيز شوي
لك يا البوت كم ما صح لتورس عام وش هاللعب اللي يوم اللي صار ضدي ما عندك الا تحلطه حتى خصمي ده يخطا هو الصح انا ما عارف العب والله ما قادر العب ايه مو عارف العب ما عارف العب كله سكريبت سكريبت حجتك ما قادر اسوي ولا شيء كاني اول مره العب اللعب ايه لانك مخدي ما تعرف تلعب ما تقدر ما يتحركون اللاعبين ما يتحركون الحين بعد حطيت على النت ما يتحركون يلا انا اقطعها عاد طاح انا اقطعها اقطعها قطع الله صارينك اقطع عيد عيد طاح عيد اقطعها اقطعها قطع الله صارينك مصارينك بعرف العارض لا صارينك وفي العارض بعد طاح انا اقطعها اقطعها قطع الله صارينك لا بالعرض بعد وبعد عندك معنويات مصدق روحك بترجع مصدق روحك بترجع اخ بس عرفنا انت تعبون نفسيا خلاص تعبون نفسيا ما تفسين يلا ابتعد خذ لك يا البوت نفسيا تعبون خلاص الله ياخذك كازميرو والله خذ لك سكريبت يا البوت ايوه كفو عليك يا البوت سجلت هدف لو هادئ بعد ما عندك ردة فعل وين ردة فعلك ليش ساكت يا البوت ساكت البوت ما يتكلم ناويها المجرم خذ لك نعم يا البوت والله انك قوي قوي يا البوت روح يلا كنا اشجعك يا البوت اذهب بس تركيزك ليش ساكت تكلم يا حبيبي ليش ساكت السكوت الذي يمول يعني يسبق العاصفة هذا هو عدل ولا خطأ ما ادري هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة نعم نعم ايه يا البوت شكلك بتسوي ريمونتادا مو بهين يفكر البوت حاط ايد على ايد تنشق الهواء دقيقة 73 يمكن ما تبين عدل بسبب اللي فوق سكوت مديني وش قلت؟ يمديك؟ يلا خلينا نشوف كفو عليك كفو عليك يا فاضل وحش خلاص بديت اشجعك انا روح روح يا البوت روح يا البوتين هو شوفوا بعض التكتيكات وش بتسوي بوت قولي نطلع فيرا يا هطف فكرت بطلع فيرا يلا مناك ايه طلع حسك ها تقول له يلا مناك مصدق روحك الحين يلا عاد تكلم ساكت يا البوت ناوي تسجل فيه الثامن واضح انت مجرم اوف بتنفرد بعد يا المجرم ما كفوك سبعة فاول فاول حكم ايه صيح تبي فاول حبيبي لعب 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 جرينتا ليتس جو اي جرينتا حبيبي انت كسرت ام رجل اعطيته رجله بايده تقول لي جرينتا يو سيبو ثانكس فور رايدنج ثانك يو تو ماتش ماي فريند يو بقى قاعد يلعب ويقرا تعليقات الناس كفو عليك قلبتها وانت قاعد تقرا التعليقات ما شاء الله صق بوتينو انت بوت بلنتي لا ويحضن وخذ ايه والله انك ساحه شو خذيت بلنتي انت ما تسجل بلنتيات انا ما شفتك تسجل بلنتيات بتسجلها يعني انت منو ما تعرف تسجل بلنتيات انت بيجست نوب يو كانت سكور بينالتيز والله انا قلت انت ما تعرف تسجل ما تعرف تسجل بلنتيات انا اعرفك والله اني اعرفك لا مضيع بلنتي بعد ها ابو تينهم مضيع بلنتي اللي ينتقل مرحبا فاضل. عزيزي هل ترغب بتغيير حياتك بلا عزيزي بلا بطيخ يلا ابتعد اذهب شباب للناس اللي تنتقد فاضل وما يعرفون من فاضل ترى فاضل مو شخص ما ينهزم فاضل ينهزم ويفوز على الكل ويخسر من الكل المقصد مو غرور ثقة بالنفس أعرف أن أنا أكسب الجميع وراح أخسر من الجميع ترى هذه مسألة مو الناس يفهمونها غرور ترى ما هي بغرور الفكرة أنه عقلية ذهنيا قوي فاضل ذهنيا قوي
كذا مباريات عندي لو انزلها راح تتعبون وتشوفونها. فاضل ذهنيا قوي جدا، هذا سره للي ما يعرف فاضل، هذا سره.